لكن هذا يتوى موجه للي عمرهم 40 سنه وما فوق، ينجموا يكونوا هما مسجلين على منظومه ايفاكس ومازال ما جاهمش الى حد الان استدعاء، نجموا يمشيوا دونك، وينجموا حتى يكونوا ماهمش مسجلين، واحنا ماذا بينا الناس هذوما خاصه. بون من الاحسن هما كان يسجلوا قبل ما يمشيوا، لكن حتى كان ما يسجلوش يجيوا يتسجلوا وياخذوا تلقيح فرض وقت. دونك هذا هو الهدف، الهدف هو تكثيف عمليه التلقيح للفئه العمريه هذه. ونوعيه التلقيح اللي باش يكون موجود ان شاء الله معناتها نهار لحد يتماشى مع الفئه العمريه هذيا، شنو نوعيه اللقاح؟ التلقيح يتماشى مع الفئه العمريه هذيك، والتلقيح باش يكون من نوع استرازينيكا. استرازينيكا مش يكون موجود في كل مراكز التلقيح في مختلف مناطق الجمهوريه. هذا نحكيه على اليوم المفتوح اللي هو يوم 8 اوت اللي باش يكون في مراكز غير المراكز العاديه اللي هي تخدم الان، اللي هما 96 مراكز جهويه اللي تعرفوها اللي هي موجوده في كل الولايات. هذوك باش يكملوا يخدموا على روحهم، باش يكملوا يقبلوا الناس اللي عندهم الاستدعاءات، خاطر هذا كثير بالاستدعاءات. الاخرين اللي هما مقيدين وما جاهمش استدعاء ولا هما ماهمش مقيدين، دونك فما في اليوم هذايا كل ما هو عمره، كل الناس اللي عمرها من 40 سنه وما فوق ينجموا يتوجهوا للمراكز هذيا وتصير عمليه التلقيح بتاعهم. المراكز هي باش تكون مدارس عدديه ومعها ثانويه فلا. فوالا هي في مراكز ثانويه، مدارس معهد ثانويه كبار اللي فيهم معناها تجهيزات اللي بتمكن من العمليه. العدد نتاعهم الكل هو 331، متواجدين في كل المناطق البلاد التونسيه، معناها كل الولايات وكل معتمديه فيها اقل تقدير مركز، وفما معتمديات فيهم زوز مراكز. دونك وكل شيء فما تنسيق وفما تنظيم، خاصة معناها نحب هوني نذكر الإدارة العامة للصحة العسكرية اللي هي معناها كانت كيفاش نقولوها حاملة المشروع هذايا، وبيانسيغ بالتنسيق مع وزارة الصحة وعدة وزارات أخرى بما فيهم وزارة النقل. البارح سمعنا لترونسبور بالنقل باش يكون مجانا، معناها فما تم تسخير وسائل النقل. فوالا تسخير وسائل النقل، فما وزارة التربية بالطبع اللي هي موفرة معناها المدارس والمعاهد هذه اللي بما فيهم على المسؤولين على المدارس هذه والمعاهد. فهمت؟ وايضا في بشراكه مع المجتمع المدني والجمعيات والمتطوعين اللي توا ينجموا معناها يدخلوا في فما موقع ويب في وزاره الصحه فيه فولونتير، فهمت، ينجموا يقيدوا كل واحد يقول فانا بلاصه يحب يمشي. يظهر لي توا الليستة نتاع المدارس هذيا والمعاهد اللي باش يصير فيها العملية موجودة منشورة منشورة نشرت، دونك الناس يعرفوا فين باش تصير العملية، والمتطوعين ينجموا يتفضلوا مرحبا بهم، مع العلم اللي في كل مركز بيان سور فما معناها المسؤولين وعدة الخطط المسؤولية، خاطر فما مسؤول على القبول، فما عملية التلقيح، فما حكاية التسجيل والإيفاكس إلى آخره واللوجستيك.